تحية لكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من قضايا تشريعية. في قضايا تشريعية دائما نستعرض ونناقش الكثير من القوانين أو مشروعات القوانين التي تهدف إلى تنظيم سبل المعيشة في المجتمع وتضمن حقوق المواطنين وحقوق الدولة أيضا. دعونا نبدأ أولا بتقرير يرصد ما قام مجلس النواب بمناقشته من عدد من المشروعات والقوانين التي تدعم العملية التنموية الشاملة في إطار سعي مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. في إطار اتجاه الدولة للتشجيع على التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، جاءت مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والذي يهدف لتشجيع الأشخاص الاعتبارية على إنشاء والمشاركة في تأسيس الجامعات الخاصة والأهلية. التعديلات المدخلة على القانون القائم نصت على أن يتم إنشاء مجلس خاص بالجامعات الأهلية وآخر للجامعات الخاصة. هذا وقد ناقش المجلس أثناء جلساته العامة أيضا مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي ينص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظام التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة. هذا ويهدف مشروع القانون لوضع ضوابط ومعايير لاستخدام التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية للاستفادة منها، كما يهدف أيضا لتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية. هذا وقد جاءت المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون ملزمة للمخاطبين به بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. في ظل اتجاه الدولة بمؤسساتها كافة للتنمية الشاملة في كل المجالات، تأتي مناقشات مجلس النواب في جلساته العامة لعدد من مشروعات القوانين التي من شأنها دعم قطاع التعليم ودعم الاقتصاد الوطني بهدف تذليل العقبات أمام الدولة في خطتها التنموية. من مقر مجلس النواب، عمرو عبد العزيز، قضايا تشريعية. كان هذا تقريرا يرصد ما قام به مجلس النواب من مناقشة لعدد من القوانين ومشروعاتها والتي تصب في اتجاه التنمية الشاملة في الدولة. دعونا نتجه إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة، ومعنا ضيفنا دكتورة شاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا يعني وسهلا. بنتكلم النهاردة في قضايا تشريعية عن مشروع قانون حقوق المسنين، بتأكيد مشروع هام جدا وبيعطي أولوية لفئات المسنين، وهي فئة جديرة بالاهتمام، ولأنها أعطت الكثير من حياتها وعمرها ووقتها وجهدها لخدمة الوطن. القانون أو مشروع القانون يقدم حقوق كثيرة للمسن، منها إعفائه جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء. وأيضا يعرف القانون المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو معرفة أحد من أسرته ما يكفي لسد احتياجاته. كذلك يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وأيضا توفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم. هذا هو موضوعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم من قضايا تشريعية. دعونا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق هذا التقرير. يعد مشروع قانون حقوق المسنين الجديد المقدم من الحكومة من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما يعد أيضا القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. يقوم القانون الجديد بتوفير حماية ورعاية المسنين وتحقيق كفالة لهم في الحقوق والحريات الأساسية، كما يقوم أيضا بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزارة المختصة.
كما أيضا يصدر بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن الاجتماعية بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفقا لأحكام القانون. يبدأ سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين وغير المصريين من رعاية الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحدد للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. كما يقوم القانون بالحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، والتي تشمل التكاتف الأسرية والرعاية المؤسسية والرعاية المنزلية للمسن. كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قد وافقت في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، وتضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. إذن كان هذا تقرير عن مشروع قانون حماية أو حقوق المسنين ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية. نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. دكتور رشاد، يعني إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود حوالي 7 ملايين مسن في مصر، يعني بالتأكيد رقم يعني لا يستهان به، رقم بيحتاج إلى تشريع ليضمن له حقوقه وتوفير الرعاية له من كافة الأوجه. تعليق حضرتك على أهمية هذا القانون في رعاية هذا العدد من المسنين على أرض مصر. أولا أنا بشكركم على أنكم بتوجهوا يعني، أو التلفاز المصري بيوجه اهتمامه يعني لهذه الفئة المهمة، وسيادتك بتتكلم بتقول 7 مليون. أنا عامل كتاب عندي من حوالي 10 سنين اسمه بيتنا مسن. نعم. وكان من ضمن القضايا اللي أنا يعني نفسي كان المجتمع يطرقها ويذهب إليها، هو أن يكون هناك حق للمسن. وأنا سعدت جدا جدا لما سمعت التقرير، وسمعت أنه بيناقش قضية مهمة جدا هي رد الجميل، أو على الأقل حقوق المسنين. كون أن احنا بنناقش هذا القانون وبنقول، وسيادتك تفضلت وذكرت 7 مليون، أنا بقول لسيادتك أن سنة 2025 هذا الرقم سوف يتحرك إلى ضعفين. نعم. هيبقى نسبة المسنين في مصر تقترب من 25%، وليس 7 مليون، لأن 7 مليون منسوبة إلى 100 مليون. لو قلنا مصر يعني 100 مليون، يعني نسبة المسنين 7%. لا، هو إن شاء الله، وأنا بقول لحضرتك بالرغم إن إحنا دولة يعني الحمد لله تتمتع بإن الإخصاب فيها يعني كويس ونسبة الشباب فيها مرتفعة، لكن سلولي كده يعني، شوف أنا بتكلم كده بطيئا كده، بنلاقي نسبة المسنين هتخش لنا فجأة، ونلاقي نفسنا قدام نسبة كبيرة جدا تحتاج إلى إعالة وتحتاج إلى رعاية من الدولة. وكانت الدولة سبق كونها أن في الوقت ده تصدر تشريع من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يؤكد على حقوق المسن، فهي نظرة مستقبلية. إحنا متوقعين أن المسنين دول يبقوا سنة 25 أو سنة 50، ممكن سنة 50 يوصلوا 30%، لكن ممكن سنة 25. هل حضرتك بتتوقع هذا الرقم بناء على تقديرك لما سيصبح عليه تعداد السكان، ولا تقديرك لجوانب أخرى؟ لا، هو بيبقى أخش فيه 3 جوانب. الجانب الأولاني أن هنشوف اللي هم دلوقتي في سن 60 أو يعني وصلوا 55 سنة نسبتهم كام؟ بعد 10 سنين هيبقوا 65، دخلوا في الكيرف الثاني، فبنجد أن نسبة الزيادة في السن مرتفعة في سن 65 ومرتفعة في سن الشباب. سن الشباب ده ما يقلقنيش. ليه؟ لأن ده هو الذي يتولى إعالة أو رعاية أو العناية بمثل هذه الفئة التي سوف تخرج إلى المعاش وتخش في سن المسنين. وبالتالي أنا ما بيهمنيش الفئة بتاعت الشباب، لأن الدولة بيهمها إنها بتدعمها، وإنها يعني هي القوة، هي الوقود، هي الإدارة الذاتية للمجتمع ولدفع المجتمع لقدام. المسنين نفس الكلام، لابد أن ينظر إليهم على أنهم قوة يمكن الاستفاد منها، قوة مضافة وليست قوة
ضعيفة أو قوة سلبية بالنسبة للمجتمع. فنظرتي أنا في التحليل إنها تبقى النسبة دي تزيد مقارنة بأول حاجة بالنسبة التزايد في السن، وبالتالي المتوقع أن نسبة اللي هم من 55 هو يغشوا في سن المسنين اللي احنا عرفناه بأن يبلغ سن 60 عاما فهو دخل في فئة المسنين 65-70، ربنا يدينا ويدي الناس العمر، أن النواحي الصحية بتزداد والعمر أوتوماتيك بيزداد. زمان لما كان في الستينات أو في السبعينات أو حتى في التسعينات كان اللي يوصل 60 سنة يقول لك ياه ده وصل 60 سنة، والناس عندنا باللغة العامية تقول لك يعني خلاص يعني موجود. دلوقتي لا، 60 سنة ده عادي. يعني أنا حتى لما باجي أشوف زمايلي وأنا لما خرجت على المعاش فبقول لهم المعاش بدأ يعني ميبقاش يعني الناس المهكعة الناس اللي مستطارها، ما احنا لا الناس بتخرج في ده، الحياة بتبدأ بعد المعاش. الحياة بتبدأ بعد المعاش وفي قوة المعاش، ده طبعا بسبب الأنظمة الرعاية الصحية والتقدم، العلمي في مجال الطب والأدوية وغيره. طيب من خلال دراسة حضرتك لتنظيم المجتمع بالتأكيد درست يعني الاهتمام بالمسلمين في دول أخرى طبعا، هل ليه علاقة بمقياس التقدم أو التحضر في الدول أنه كلما أعطت الدول أولوية واهتمام لفئة المسلمين كلما زادت نسبة تحضرها وتقدمها؟ يعني عايزين نربط ما بين الاثنين. سؤالك مهم جدا على فكرة، سؤالك مهم جدا ومهم وخطير في نفس الوقت. أنا لا هديك يمكن هندي مثالين سريعين كده. أنا زرت دول أوروبية كتير جدا جدا، فكنت وأنا ماشي في الشارع بلاقي نسبة المسنين عالية أو في الشباب، فكانت دي دايما بتحط قدامي سؤال، احنا مجتمع ما شاء الله جميل، وكنت بسعد او بقول ده مصر او يعني او حتى الوطن العربي كله نسبة الشباب فيه نسبة كبيرة، وبالتالي مقارنة بشهادي الشعوب، فانا بقول ان الشعوب دي سوف تغرب، الشمس سوف تغرب عنها مبكرا. يعني نسبة المسنين في ايطاليا واصلة فوق 60%، في انجلترا واصلة فوق 50%، في بعض الدول زي فرنسا واصلة فيها فوق 70%. إذن كون إن احنا نلاقي هذه النسبة المرتفعة من المسنين في هذه الدول بالمقارنة بالخدمات، السؤال اللي بقول سألتك ليه سؤالك مهم، إن نسبة الخدمات المقدمة للمسنين أو الراحة الموجود فيها المسنين بتخلينا أقول يبقى إذن مقابل التقدم في السن يبقى في نمو للخدمات ونمو للاهتمام بهذه الفئة. على سبيل المثال هم بيطلقوا عليهم في أمريكا السينيور، نعم. احنا اطلقنا عليهم اصحاب الهمم هنا الموجود على اساس انهم يعني ناس يعني فعلا ذو خبره وذو همه. في امريكا انا جيت لا بس اصحاب الهمم ده خاص بذوي الاعاقه، حتى لو كان ذوي الاعاقه يعني المسن بيطلق عليه بيطلق اصحاب من اصحاب الهمم. تمام. يعني انا حتى بفكر اعمل اتحاد مصري لاصحاب الهمم عشان ادخل فيه المسنين واعمل على تحسين نوعيه الحياه الخاصه بهم. هو همم ليه؟ لان هو المسن بعد ما بيوصل الإعاقة ليست إعاقة جسدية ولكن قد تكون إعاقة نفسية. نعم. حينما ينظر ويجد أن أولاده اللي كان هو مسؤول عنهم المجتمع اللي كان بيشخط فيه ويدي أوامر بقى هو خلاص جانب تاني، فهنا بيبقى حتة كسرة في الذات، انكسار في الذات، فيعتبر أيضا من الإعاقة النفسية أو الإعاقة الاجتماعية. الإعاقات دلوقتي تعددت وتنوعت. أنا أقول لك سيادتك في الحتة دي، فأنا لما بصيت على المسنين انا بصيت لقيت اني انا جيت اسكن انا في امريكا، لما جيت اسكن في منطقه قالوا لي لا نو يعني نو تشيلدرن نو بيتس، يعني ان ما فيش اطفال يسكنوا في المنطقه دي. بقول لهم ليه؟ قالوا ان ساكن فيها السينيور المسنين، مخصص لهم اماكن معينه للسكن، وصل حفاظ على قد ايه ان مسن له اماكن معينه بحيث لا يزعج ولا لا ينزعج ولا احد يسبب له اي ضرر. وهو المسن ممكن يفيد مجتمعه على فكره بخبرته، لانه بيبقى عنده تجارب كثيره جدا، فممكن يعني يتم الاستفاده من هذه التجارب. دي قضيه تانية، دي قضيه ده مدخل اخر. ان انا لا انظر الى ان المسنين كقوه سالبه، وانا قلت الكلام ده من شويه. صح. ان انا ابدا ان المسنين فيهم ناس كتير جدا اللي هو ابدا طول عمره ده في مصنع او في شركه او كاتب او صحفي او غيره. هو هل الصحفي او الكاتب، انا كاستاذ جامعه انا مستمر في جامعتي الى ما يعني الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، لكن في قطاعات تانية 60 يعني 60 يمشي على السلام. طب لما يمشي ده الخبره بتاعته دي هتروح فين؟ فيبقى لابد ان يستفاد من
المسنين وكثير من الدول، كثير من الخبراء، كثير من المستشارين، كثير من رجال الدولة، كثير من المحافظين بيعينوا من كبار السن للاستفادة بخبراتهم. احنا دلوقتي بنقول احنا طبعاً هنعين الشباب في المناصب القيادية، شاب بلا خبرة؟ لا، شاب يكون عنده خبرة أهلا وسهلا بيه، مسن عنده خبرة أهلا وسهلا بيه، ويحصل إحلال تدريجي، إحلال تدريجي، تواصل الأجيال، تواصل الأجيال مع بعض. طيب نرجع تاني لمشروع القانون، نتكلم عن فلسفة هذا المشروع في حماية المسنين أولا، وبالتالي ده بينعكس على المجتمع إيجابا إزاي؟ طبعا الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي مفهوم الصغير، الحماية الاجتماعية للمسنين. كيف أصون كرامة هذا المسن، وكيف أحسن من نوعية حياته، وكيف أدفع المجتمع نفسه على أنه يكون نسق يعني داعم للمسنين أكثر ما هو متباعد عن المسنين، وما نشاهده من أحداث مؤسفة كثيرة بنقرأ عنها في الجرائد وإلى آخره في نظرة الأولاد الصغارين للمسنين، أو في جرائم المسنين، أو في غيره من هذه الأشياء التي ترتكب في حق المسنين. فهنا القانون بالقانون بقى بالتشريع أوجب أهمية توفير العناصر على الأقل. أول حاجة قال إيه؟ قال يتمتع تلزم الدولة، تلتزم الوزارة المختصة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاقتصادية والسياسية والترفيهية، كذا بند من البنود دي تلتزم بيهم الوزارة المختصة من خلال تشريع سوف يصدر من مجلس النواب، أن تلتزم بهم هذه الوزارة وتوفرهم وتتحمل التكلفة الخاصة بهذه الخدمات الوزارة المختصة، وإن كانت وزارة التضامن الاجتماعي، وأظن أن ده عبء كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا، وأنا بقول ده بيعلي من شأن وزارة التضامن الاجتماعي ويزيد من قدرها في المجتمع ويخليها تبقى الوزارة الحريصة أو الآمنة أو الأيدي الحانية على الفئات التي تحتاج إلى رعاية وإلى يعني نوع من الحياة الكريمة. المشروع الجميل الذي تطبقه جمهورية مصر العربية، صحيح احنا بننظر عليها على المساكن وإلى آخره، لكن هو المسكن بيضم في طياته المسن والشاب، وأول واحدة تنول رعاية حياة كريمة هم فئة المسنين، اللي أنا بنبه إن هتبقى مشروع اجتماعي ومشروع اقتصادي يعني واسع المدى في خلال العشر سنوات القادمة. احنا 21 31، أنا بقول قبل كمان 31 نسبة المسنين هتتزايد، وبالتالي محتاجة إلى دعم تشريعي وإلى دعم قانوني. الحاجة التانية المرافق الموجودة، طبعا دي خاصة بوزارات تانية، يعني في أي دولة من الدول أنا زرتها شفت إن الطريق لما جه أطلع ما تهبتش مرة واحدة، ما لقيتش بلاطة خدتني ونزلت بيا، لا ده طريق ممهد، إما هطلع على بعجلة أو هطلع بيه برجلية أو هطلع بيه بسندة، ممهد وجميل للمعاق. حتى الكرسي المتحرك معمول كرسي متحرك، المسن المعاق يستطيع أن يجلس عليه بزرار معين ويوجهه دون أن يعني أحد يزقه أو أحد يقول له تعالى أنا ساعدك، دون أن يكون هناك مساعد للمسن. هناك مصاعد خاصة أيضا بهذه الفئة، دورات مياه، يعني كافة المرافق. معظم المولات عندنا الحمد لله دلوقتي معظم المولات معظم المحلات عاملة السلم الكهربائي والأسانسير ده عشان برضو ينقل المسن من مكان إلى مكان، لكن أنا بستك ده الجانب الثاني في القانون التشريع، أن توفر الخدمات من خلال الوزارات المختصة لراحة المسن. أيضا في بعد ثالث للعناية بالمسنين، وهو حقه في أنه يقول رأيه، يعبر عن رأيه، المشاركة السياسية، أنه يبقى لي حق في هذا، وتتاح له نسبة أو يتاح عدد من المسنين أو كبار السن في هذا الجانب. طيب احنا معانا على التليفون دكتور ياسر سيف، وهو عميد معهد المسنين. دكتور ياسر اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم، واهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. يعني لما بنتكلم عن مشروع قانون لحقوق المسنين، هذا المشروع بالتأكيد بيعرف المسن أو الأولى من المسنين بالرعاية والاستفادة من هذا القانون بتعريف معين، مواصفات معينة. يريد حضرتك توضح لنا كيف اختص هذا المشروع بفئة معينة أو خصائص معينة
أولى بالاستفادة من هذا القانون في هذه الفئة؟ هو الفئة بتاعت المسنين اللي هي حسب التعريف بتاع الأمم المتحدة أو الوزارة التضامن اللي هم أكثر من 60 أو احتمال يبقى في الفترة الجاية اللي هو أكثر من 65 سنة، دي الفئة العمرية اللي هي المستهدفة من هذا القانون. بس مش شرط إن الفئة دي هي بس اللي تستفاد، لا ده في أمراض الشيخوخة بتظهر لبعض الناس في سن أقل من كده، فدول ينطبق عليهم برضو الخدمة بتاعت القانون بتاع المسنين. تمام. طيب أهمية وجود مثل هذا القانون وأهم المزايا الموجودة فيه من وجهة نظرك؟ القانون ده يعني طلع عشان الفئة بتاعت المسنين دي من أهم الفئة اللي احنا لازم ناخد بالنا فيها في المستقبل، لأن دي فئة عمرية ودي اللي هم الكبار بتوعنا، وكل الأديان وصت على رعاية المسنين. تمام. فالقانون ده طالع عشان يعني نبدا ندي للناس حقها ونبدا ناخد بالنا منهم، ودي يعني خطوه كويسه من الدوله عشان يعني ناخد بالنا كويس من رعايه المسنين. رعايه المسنين بس مش رعايه صحيه، لا دي رعايه صحيه، رعايه نفسيه، رعايه اجتماعيه، رعايه ادبيه، كل يعني الحاجات المختلفه مقصود بيها في الرعايه. احنا بنحاول ان احنا يعني كمعهد علوم المسنين، ده اول معهد في مصر والشرق الاوسط لخدمه لعلوم المسنين المختلفه، واللي هي بتشمل حوالي زي 17 تخصص تقريبا، من ضمنها الطب والهندسه والتغذيه والعلاج الطبيعي والتمريض والعلاج الوظيفي وعلم النفس وعلم الاجتماع والسياحه والاقتصاديات والاعلام والحقوق وواجبات المسنين، ويعني كل الحاجات دي تندرج تحت البنود المختلفه اللي هي بتاعت رعايه المسنين. واحنا بنحضر مع وزاره التضامن يعني مشروع بتاع رقيق المسن، اللي هو الناس اللي هي بتبقى رقيق للمسن عشان ناخد بالنا منهم، غير اللي هم موجودين في دور الرعايه، لان دور الرعايه مش مكفيه ان هي تاخد بالها من المسن. زائد ان احنا عندنا طبعا ك يعني في مصر والوطن العربي مش كل الناس بتودي اهاليها او حاجه زي كده ترعاهم في دور المسن، فبنحتاج الخدمه اللي هي بتاعت رفيق المسن دي عشان يساعد في الخدمه اللي هو الابناء بيقدموها لرعايه المسنين. رعايه المسنين مش بس تشمل ان هو ان احنا بنخدمه صحيا، لا احنا لازم ان احنا في عندنا قسم اسمه السياحه المرصاره، لازم ناخد بالنا ان احنا نخرجه ونفتحه ويزور حتت، يعني يعمل تمرينات رياضيه، لو ليه علاج مثلا بياخد العلاج الطبيعي بتاعه، بياخد الادويه بتاعته، الحاجات اللي زي كده لازم ناخدها في الحسبان. ودي التخصصات المختلفه اللي احنا يعني بنحاول ان احنا نعملها عشان رعايه المسنين. رعايه المسنين في مصر حاليا هم حوالي 6.7 مليون، اللي هو بما يوازي زي 7% او 6.5% من الشعب المصري، متوقع ان هم يزيدوا الى 15% على سنه 2030 مع تقدم الطب ومع تقدم الرعايات والحاجات اللي زي كده. فلازم ناخد بالنا منهم كويس قوي ونستغل الخبرات بتاعتهم ان شاء الله في المستقبل، ان احنا نستغل الخبرات بتاعتهم مش بس ان احنا نقدم لهم رعايه وحاجات زي كده. طيب من خلال يعني توليك لمنصب عميد معهد علوم المسنين، بالتأكيد حضرتك دارس مشاكلهم احتياجاتهم، هل شايف انه القانون راعى ده ولا في جوانب اخرى يمكن لمشروع القانون ان هو يعني يتناولها؟ القانون اتعرض علينا في المسودة الاولانية، واحنا شاركنا مع وزارة التضامن في أكثر من ورشة عمل عشان صياغة هذا القانون، وبتوع القانون وبتوع الخدمات المختلفة شاركوا فيه، فيعني أعتقد إن هو طالع يعني إن شاء الله يكون يعني لم كل الجوانب، وبعد مناقشته في مجلس الشعب إن شاء الله يكون برضه لم بقية الجوانب اللي هي طرح المسلمين في جميع الجهات. تمام. بشكرك دكتور ياسر سيف عميد معهد علوم المسنين. يمكن دكتور ياسر أكد على كلام حضرتك بأنه في توقع لزيادة عدد المسنين طبعاً في 2025. بس نعود ويخلي باله من بقاش بس تخصص اجتماع، يبقى في تخصص خدمة اجتماعية. يمكن أنا في المقدمة في الأول قلت سيادتك أنت تعرفني بإيه، هو تنظيم مجتمع، فلأن دايما
في تخصص الخدمة الاجتماعية أكثر اتصالا وأكثر يعني رجليه في الأرض دايما. وإحنا عندنا في كلية الخدمة كليات الخدمة الاجتماعية ومعاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية عندنا مادة أساسية عن المسنين بندرس فيها للطلبة المسنين وأنواع المسنين والناحية الاجتماعية الخاصة بهم. وأنا برضو عاوز أضيف، إحنا طبعا لما سيادتك سألتني عن التشريع أنا قلت لك سيادتك بأول حاجة بيركز على الحماية الاجتماعية، الحاجة الثانية بيركز على النواحي الصحية والاجتماعية وإلى آخره. الناحية الثالثة في عندنا ظهر دلوقتي زي ما بنقول طفل الشارع، ظهر مسن الشارع. ودي مشكلة. فده مشكلة. وعدد المؤسسات الاجتماعية اللي بترعى هؤلاء المسنين الموجودين في الشارع قليل ليعد على الصوابع، ولكن القانون ادى في تغليظ العقوبة للإساءة للمسن وعدم الاهتمام به قد تتراوح من يعني غرامة 10,000 جنيه وإلى الحبس لمدة عام. لكن أنا هذا التغليظ العقوبة ليس هو العقاب، ليس هو العلاج، ولكن الناحية اللي بنص عليها أيضا القانون اللي هو دعم الروابط الأسرية، أن كيفية تدعيم الأسرة لكي تقوم بدورها لرعاية المسنين قبل أن تقع المشكلة وقبل أن يتحول إلى مسن شارع أو أنا بقول لسيادتك الكلام ده. أيضا القانون نص على توفير الرعاية الطبية والغذائية، ولما الأستاذ الدكتور ياسر كان بيتكلم بيقول إحنا عندنا قسم للرعاية الغذائية اتبسطت قوي، لأن إحنا عندنا برضو كلية الاقتصاد المنزلي وعملنا في جامعة حلوان كلية مختصة للتغذية العلاجية وجزء فيها مهم جدا لرعاية المسن وغذائيا بما يكفل ليه أنه يبقى قوته الجسمية تعاد مرة أخرى أو يستطيع أن يواجه الحياة من خلال الغذاء الصحي. أيضا القانون نص على أن توفر الحماية الكافية من خلال مساعد المسن اللي هو أتكلم عليه برضو الدكتور المرافق. المرافق المساعد المسن دي كورسات كنا بناخدها زمان وأنا يمكن معيد في الكلية، لكن أنا بقول لحضرتك بدأت تزداد وكثير من الجمعيات الأهلية دلوقتي بدأت تمارس هذا وتعد مساعد المسن أو مرافق المسن بحيث أن ما نستناش لغاية ما المشكلة تقع، لا ده احنا بنعد هؤلاء المساعدين للمسن أو المرافقين للمسن بحيث يمكن عن طريق استخدام هوت لاين أو استخدام أي رقم أن بيتصل المسن في أي مكان بأي مؤسسة ويقول لهم أنا محتاج كذا. الأسرة نفسها بيبقى في عندهم مسنين وهم مسافرين مش عارفين يرجعوهم ازاي، طب يعملوا ايه؟ وبالتالي قد تكون الجمعيات الاهليه منظمات المجتمع المدني هي الداعم بفضل هذا التشريع وبفضل هذا القانون لحمايه المسن وتوفير الرعايه ليه، وقد يكون الاجر مدفوع عن طريق الوزاره او مدفوع عن طريق الاسره حسب الامكانات الموجوده. وبالتالي احنا شايفين نهضه يعني او تقدم صحيح سلو يعني ماشي ببطء، لكن كون يبقى فيه تشريع فأصبح فيه التزام فأصبح فيه حركة سريعة فأصبح فيه اهتمام بهؤلاء المسنين. طيب في نقطة تانية اتكلم عنها دكتور ياسر وهي دور الرعاية الاجتماعية ويمكن اللي هي دور المسنين. أيوة. يعني ويمكن في من زمان كده ايمج او صوره ذهنيه عن دار المسنين بانها حاجه عيب وغلط ان المسن يروحها وان ده تقصير من الابناء وكلام زي كده، لكن لو بصينا لدار المسنين هنلاقي انها دار المفروض انها بترعى المسن من كافه الجوانب صحيا وغذائيا ونفسيا ورياضيا. احنا بنشوف في دول متقدمه يمكن دار المسنين دي بتبقى زي نادي بيبقى استمتاع في استمتاع وبيبقى في رعايه للمسن يعني وفي رعايه نفسيه كمان، ده مهم جدا هو يستمتع بوقته هناك ما يبقاش قاعد حاسس بالملل بالوحده مش لاقي حاجه يعملها مش لاقي حد يكلمه او يتكلم معاه. يعني شروط دار المسنين او دور الرعايه الاجتماعيه للمسنين ازاي دي تم مراعاتها في القانون؟ انا اقول للي بيشرعوا دلوقتي يعني عشان لان الحته دي لا يمكن القانون ما مسهاش قوي، احنا عندنا مؤسسات للمسنين زي ما سيادتك تفضلت وقلت بهذا الشكل، لكن بينقصها الروح. الروح يعني معناها ايه؟ احنا مش عايزين دار مسن بمعناها ان مسن اهله خدوه ودوه وخلاص تركوه، وفعلا ده حصل بيحصل وانتهت قصته على كده قاعد اكل نايم شارب مش شايفش غير المرافقين من اللي هم مش من صلبه وهم اللي بيعتنوا بيه، لكن هو نفسه يتنسم. شوف انا بعمل كده بتنسم ريحه قرايبه ريحه معارفه، فانا نفسي في ان تبقى في دور للمسنين اسمها الدور الممتده
يعني ممتده. يعني ممتده من البيت للمؤسسه، يعني هو ما يقعدش في مؤسسه، لا، ممكن المؤسسه دي يقضي فيها يومين ويرجع بيته، ممكن يقضي فيها نص اليوم ويرجع بيته في اخر النهار، ممكن ينام فيها، يعني تعتبر كانه رايح نادي مش رايح بالزبط. مؤسسه من مؤسسات، يبقى حابب ان هو يقعد، حابب يروح فيها. امتى المؤسسه يعني يقعد المسن في مؤسسه؟ حينما يكون مصاب باكثر من اعاقه تعوقه عن الحركه، تعوقه على ان هيكون في ضرر من وجوده بين اولاده وبين عيلته، وبالتالي وجود طبيب، وجود اخصائي اجتماعي، وجود ممرضه جنبه، فده يساعده على انه يستقر ويحقق الهدف بتاعنا، وهو المحافظه على كرامته في الكبر، وعدم اهانته، وعدم تعرضه لاي نوع من القسوه في المعامله، وبالتالي دي بالنسبه لنوع معين من المسنين. اما المسن الصحيح البدن، القوي التفكير، القوي الشكيمه، يعني شوف نقول كل الصفات الايجابيه فيه، يجب ان تطلق له الحريه في ان يعود الى بيته، او يتعمل بدل مؤسسه المسنين نادي المسنين يقضي فيه يوم معين، مكتبة وده المسنين. موجود في مشروع القانون مكتوب انشاء انديه خاصه لكبار السن، انديه كبار السن والمكتبات الثقافيه الخاصه بيهم، لان ممكن هو يحب يقرا حاجه معينه عن المسنين، عن الامراض الخاصه بالمسنين، عن الزهايمر والنسيان اللي بيجي للمسنين، ازاي يتعافى، كل الكلام ده. اذا احنا وضعنا رؤيه، ودي اهميه رؤيه للقانون، وتنفذ الرؤيه دي من خلال الجمعيات ومن خلال المؤسسات ومن خلال الشباب المتطوع، احنا دلوقتي بنعمل عندنا في الجامعه يعني بيوت التطوع، ما في بيوت التطوع للمسنين، يتطوع اساسا لخدمه المسن، لرعايه المسن. انا كنت وانا في امريكا كنت باخد مسن بفسحه بالكرسي لمده ساعتين، افسحه وارجعه المؤسسه تاني. كان لما وانا دربت في مؤسسه يجي المسن بالليل 4 الفجر يتصل بي يقول لي انا عايز اتكلم معاه، يقعد يتكلم معايا ساعة. هو صح المؤسسة بتدفع أجر الساعة دي على فكرة، يعني ما بتكلمش ببلاش، لا ده بيتكلم، احنا الساعة $5 زي يعني الموجودة يعني، فبيدفع $5 ويقول لك أنا آخر ما خلص المكالمة قال أنا هدفع يعني أنا هدفع أوصل الشيك للمؤسسة بتاعتك. كل اللي كلموا معايا أنا قاعد في أنا قاعد في الأوضة، أنا يعني نفسي أتكلم معاك، طب إيه أنا يعني بيعانوا من الوحدة، أيوه، فعاوز حد يكلمه. وده ينقلنا لنقطة اللي هو المرافق للمسن أو العاملين في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين. إزاي مشروع القانون اتكلم عن مواصفاتهم وشروطهم، وإمتى يتم إلغاء التكليف بهذه الرعاية؟ لانه مهم زي ما حضرتك قلت انه يبقى فيه روح في المكان، ازاي ان هو مثلا يتكلم معاه، يحس بمشاكله، عيد ميلاده امتى، يجمع احتفال بعيد ميلاده، عايز يخرج، عايز زهقان، عايز يسيب الاوضه اللي هو قاعد فيها، وعايز يقعد في اي مكان مفتوح. ده مهم جدا انه يبقى موجود. ده عمليه الاعداد دي، وانا بقول برضو اللي بيشرعوا فرصه، يعني احنا في القناة الجميلة القوية الفعالة، ان كلنا الناس بيسمعنا والمسؤولين بيسمعونا، ان لابد ان يعد من خريجي العلوم الاجتماعية، وبصفة خاصة كليات الخدمة الاجتماعية، لان هو اساسا معد نظريا ومعد ميدانيا، بيتدرب، احنا عندنا تدريب 3 أيام في الاسبوع، فبيروح يقعد في مؤسسة المسنين 3 أيام، وانا شخصيا كنت مشرف، كنت طالب بتدرب في مؤسسة المسنين، وكنت مشرف في مؤسسة احدى مؤسسات المسنين. وانا بقول لحضراتكم، أنا في مرة من المرات في سيدة فاضلة ومن أسرة كويسة جدا، وابنها جاي، فلها ابن جاي لك، يعني صوروا معايا إن الوش بتاعها كان قاعد كده نور، يعني أنا لقيت وشها كده كبر، وفرحانة قوي إن ابنها جاي يزورها. وإحنا قاعدين في التدريب مع الطلبة، لقيت العامل جاب ظرف جواب وإداهولها، بيقول لها ده ابنك معلش عنده اجتماع في حتة معينة، بعت لك ظرف الفلوس دي عشان يعني مش هيقدر يقابلك، مش هيقدر يقابلك دلوقتي. مسك ظرف الفلوس ده رميته من الشباك قدام من الشباك، الطلبه نفسهم اتخضوا، احنا اتخضينا، لان الفلوس بدات طايره في الجو من طول الثالث ونازله يعني تتهادى تحت. فانا بقول كالاتي لكل اسره ولكل اب ولكل ام ولكل اخت ولكل ابنه، ان المسن لا يحتاج الى دعم مادي بالظبط في المقام الاول. المسن يحتاج الى قلب حنون، يحتاج الى من يقول له انك انت ايه ده، انت مش انت ما عندكش 70 سنه، انت عندك 50 سنه، بيضحك عليه في الكلام، لكن المسن بيعرف انه بيضحك عليه، لكن اللغه التي يتخاطب بيها
والشعور بالحميمية والعلاقة الطيبة دي بتخليه نعم. يعيش جو صدقوني جو مختلف خالص طبعاً خالص طبعاً. خالص يمكن احنا بنناقش كمان يعني مشاكل المسنين وفي الحقيقة قضية رأي عام دلوقتي في المجتمع المصري. الفنان شهير جدا بيعاني من جحود إحدى بناته اللي رفعت عليه قضية حجر ومنعته من التصرف في أمواله. يمكن يعني وسائل الإعلام مركزة على الموضوع لأنه فنان شهير بسبب شهرته، لكن ده الحقيقة موجود في فئات كتيرة في المجتمع لكن مش بيتم تسليط الضوء عليه. عشان كده ده برضو أحد الحاجات اللي ممكن بتنقلنا لقصة احترام المسن، الوفاء، الإخلاص، الأبناء اللي بيرموا أبناء يعني أبهاتهم في دور المسنين، ما عندوش وقت ممكن إن هو يرعاه، لكن على الأقل يروح يود ويسأل عليه. يعني أهمية ده، هل ده محتاج لمراجعة للثقافة، لطريقة مراجعة التربية، مراجعة في التربية؟ أنا بقول لسيادتك إحنا دار المسنين كويس فكرتني بالحتة دي، يعني كنت عايز أتكلم مع سيادتك فيها، إن دور المسنين مش موجودة في كل محافظات مصر. نعم. يعني في أنا من سوهاج، ما فيش دار مسنين عندنا غير قريب بدأت تظهر. لكن عيب قوي اللي بيودي اب ابوه او ودي حد قريبه في دار المسنين عار، زي حكايه عواد باع ارضه دي زمان، دي بيع الارض والحاجات من دي، عار 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 في الاقصر في اسوان في وجه قبلي بصفه عامه. احنا ما بنلاقيش دار المسنين غير في القاهره وفي اسكندريه والمحافظات المكتظه يعني اللي هي، لكن تلاقي لو جيت اي محافظه من المحافظات الريفيه او محافظات الجنوبيه في شمال سيناء وجنوب سيناء لا يمكن أن تجد دار مسنين، وفي الوادي الجديد لا يمكن أن تلاقي دار مسنين. ليه؟ كل ده في ترابط أسري، في ترابط أسري قيم. وفي احترام للأسرة. وأنا بقول دلوقتي أن كثير من المشكلات التي نعاني منها حاليا نتيجة غياب هذا المسن، غياب هذا القائد، غياب هذا الكبير، كبير العيلة اللي موجود. قصة الجحود نتيجة أيضا سوء تربية، ولكن مش كل ما يزاع في الإعلام قد يكون صحيح، ولكن أنا بقول إن الجحود ده أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها المسنين. يجد إنه صرف على ابنه، صرف على عيلته، وبعد شوية الخير اللي هو عمله كله انسحب منه تحت أي اسم من المسميات، وأصبح هو في الشارع. عشان كده بقول سيادتك بدأت تظهر، أصبح لا يملك شيء، أصبح لا يملك طيب شيء. طيب هل وضعه بقى أن هو بيروح هو من نفسه لدار مسنين عايز يقعد فيها؟ مشروع القانون اتكلم عن الفئة دي تحديدا ازاي؟ اللي هو في حالة جحود الأبناء أو عدم امتلاكه لأي شيء، ما هو محتاج يبقى فيه مصدر دخل أو حاجة مادية تساعده يعني على المعيشة. في مادة في القانون طبعا أنا مش، لكن في مادة في القانون، ثلاث مواد في القانون جرمهم بحيث ان العقوبه من سنه لثلاث سنين. نعم. ومن غرامه 50,000 الى تقريبا 200,000 غرامه ماديه مضاعفه لمن يثبت ان هو لم يراعي ولم يقدم الرعايه الكافيه لاحد افراد اسرته من المسنين، وهو قادر على انه يصرف عليهم ولم يعني يتمكن او لم يرضى طائعا ان هو يعتني به هذا المسن الذي هو في يوم من الايام هيكون مسن زيه بالزبط. ويتعرض كما بالزبط. كما تدين تدان. وفي كمان مشروع القانون بيستهدف ضمان توفير معاش مناسب للفئه تجاوز ال 65 عام اللي عندهم عجز او مرض مزمن، وتوفير رعايه صحيه مناسبه ايضا أو علاج. دي برضو ماده مهمه جدا من مواد القانون. انا حبيت المهم لقيتهم 10 حاجات لكن ما عرفتش عن المهم لسيادتك. لكن الحمايه الاجتماعيه جزء، الرعاية الأسرية جزء، الرعاية المؤسسية جزء، الأندية جزء، المواصلات في دلوقتي المترو بيعطى المسن يعني وسائل النقل العام المختلفة، وسائل النقل العام كلها بالزبط. بالمجان يعني في رعاية في 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 يعني إيه صحوة، عودة للوعي بأهمية دور المسنين. زمان كان الفكر الاجتماعي، زمان وأنا كنت في الجامعة كان بيدرسولنا إن الفكر الاجتماعي يقول لك إحنا ما نصرفش على الفئات اللي هي هتفنى بسرعة اللي هم المسنين والمعاقين، ونصرف على الشباب. هذا الفكر انتهى. الآن الدولة تصرف على الشباب وتصرف على الفئات المسنين والمجتمع طوالي. المدني أيضا في يعني المفترض أن يقوم بدوره أيضا ده أساس في هذا الجانب، ده أساس المجتمع المدني. تمام. بشكرك دكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، شكرا جزيلا. أنا بشكركم وأنتوا عازميني، ما راجل مسن برضه، فأنا دلوقتي يعني سعيد بهذا القانون
وسعيد ان 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 الشباب يفهموه عشان يبقى كويس. ربنا يدي حضرتك الصحة ويحمي كل المسنين وأي شاب هيبقى في يوم من الأيام مسن بربا. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من قضايا تشريعية.